مع احمد وخبالك من اهل العباسيه. حضرتك خد بالك يعني هم بيقولوا سلميه وجايين من ميدان التحرير، ليه يخلوهم قاعدين في مكانهم ويقعدوا في ميدان التحرير؟ يا اما لما يروحوا هم اخبارك المجلس الاعلى من ميدان التحرير، ايه اللي دخلهم اخبارك الشوارع الجانبيه يكسروا المحلات وعربيات الناس اخبارك اللي واقفه؟ بص حضرتك الشارع اخبارك عامل ازاي؟ محلات مكسره ازاي؟ حضرتك اخبارك في حد هيكسر محله كده؟ في حد هيحرق عربياته؟ طب ليه سلميه؟ انت اخبارك اقعد في مكانك وقول رايك وعبر عن نفسك وقول حقك وقول اللي انت عايزه. كل دي مطالب انت بتقولها خد بالك من حقك اللي انت خد بالك، بس في صبر بقى، تقعد في مكانك بالشفهيه بالبوق وليس بالايد، بالبوق بنقول تاني بالبوق. انت خد بالك عايز حاجه تقولها ببوقك، ما تقولهاش بايدك وتكسر، لان دي حاجتك وده اخوك اللي انت خد بالك بتعمل كده اخوك، وما ينفعش انا اقف قدام اخويا واخويا يقف قدامي لمصلحه مين؟ دي كل دي خد بالك حاجات جايه مدسوسه علينا خد بالك من بره مدسوسه، وبقول تاني خد بالك دي مدسوسه خد بالك من بره.